طيب خلينا نروح للأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله. والنهاردة هتعقد أعمال اجتماع مشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط في مقر الجامعة العربية، واللي هيستمر لمدة يومين. كمان من ضمن أخبارنا، هتنظم مكتبة اسكندرية ورشة عمل مجانية للأطفال تحت عنوان فن الكولاج، وده هيكون الساعة 11 الظهر في مقر بيت السناري الأثري في حي سيدة زينب بالقاهرة. النهاردة كمان هيكون في قطع للمية في مدينة منوف والقرى التابعة ليها، واللي بدأت من الساعة 7 الصبح واللي هتستمر لحد الساعة 2 الظهر، وده لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. النهاردة كمان ومن ضمن الأخبار اللي معانا، هينظم المركز الجامعي للتطوير المهني في جامعة السادات احتفال لتكريم طلاب وخريجي الجامعة المتميزين اللي شاركوا بأنشطة تطوعية داخل المركز على مدار السنة اللي فاتت. النهاردة هيتم فصل التيار الكهربائي في حي غرب المنصورة، وده من خلال الفصل الشامل عن لوحة توزيع جامعة المنصورة ولوحة منطقة العبور ولوحة منطقة جيهان لمدة 4 ساعات، واللي بدأت من الساعة 5 الصبح واللي هتستمر لحد الساعة 9 صباحا، وده بسبب إجراء أعمال الصيانة في محطة محولات غرب المنصورة. هيعقد النهاردة نادي بيراميدز مؤتمر صحفي في قاعة المؤتمرات باستاد الدفاع الجوي عشان يقدم إيهاب جلال المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.